صباح نور مشاهدينا وصباح نور يا هبه. صباح النور لك يا امين. كيف الحال؟ بخير والحمد لله. مشاهدينا مرحبا بكم طبعا في لقاء جديد فيه من الافاده والمعلومه والايجابيه الكثير. صحيح أمين، وصباح النور لكم مشاهدينا مرة أخرى أينما كنتم تتابعوننا. اليوم سنزور اليمن وزفاف عبر الفيسبوك. ونبقى في الزواج لنسأل، هل الحب مرتبط حكما بالتضحية؟ الإجابة ستكون خلال سياق نعم حلقة أم لا؟ نعم. أكثر الأخبار والفيديوهات تداولا عبر مواقع التواصل الاجتماعي ستكون أيضا مع أمين وبعد قليل. بالإضافة طبعا إلى حكاية اليوم مع سارة وأجواء موسيقية مميزة مع عازفة القانون ريما زرزور. صباح النور ريما. صباح النور هبة، صباح النور أمين، صباح النور مشاهدينا. اليوم في عنا طلب خاص، أغنية ست الحبايب بهدية لكل أم، والله يطول بعمرهم. شكرا لك وبالانتظار بالتأكيد. أما مطبخ ولا أشهل اليوم فيطلعنا على تفاصيله الشيف وليد العياص، ومرحبا بك يا شيف. صباح النور هبة، صباح النور أمين، صباح النور لجميع المشاهدين. اليوم حلقتنا كتير مميزة، رح نروح نحن وياكم على المطبخ السوري، رح نعمل حساء الدجاج مع الخضار، رح نعمل الفتوش على الطريقة السورية، رح نعمل الشاكرية مع الرز بشعيرية، ورح نعمل كرات التمر مع البسكويت. تابعونا لنشوف كيف رح نطبق كل هالأطباق. شكرا لك شيف، بالانتظار بالتأكيد. برشا أطباق الشيف اليوم، دائما نجوب العالم بالأطباق في صباح هذا الأهم معناه خاصة وحتى بالفقرات. وتبدأ صباحك وانت تحكي على الأطباق، كيفاش نجم تكمل النهار صيام؟ ما بعرف يا أمين، صعب. بس هالصيام هالسنة يعني أنا استصعبت أول يومين، بس رجعت يعني هلأ مش الحال. ما بعرف عنك أنت كيف. هو ديما تقريبا يكون أول ثلاثة أيام تكون شوية صعيبة، ومن بعد عادي الإنسان يرجع يتعود. وصلنا إلى 10 أيام في رمضان، إن شاء الله طبعا بقية الأيام تكون أحسن، وإن شاء الله تحمل أخبار أحلى كيف. والله يتقبل منا جميعا إن شاء الله، ربي يتقبل من الجميع. نحن باش نبدأ من فلسطين وجولة على مبادرات إنسانية في الشهر الفضيل. أكيد أمين، دعنا نتعرف على المزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع في هذا التقرير. طبعا تكية نابلس الخيرية هي أحد المشاريع الخيرية التابعة للجنة زكاة نابلس المركزية، تأسست عام 2012 وهي امتداد لما كان يعرف سابقا موائد الرحمن والتكايا الخيرية. تعمل على مدار العام خلال يومين في الأسبوع، بالإضافة إلى عملها اليومي في شهر رمضان المبارك. تقوم على إعداد الوجبات الساخنة وتقديمها للأسر المعوزة والمستورة والأيتام وأسر الأيتام. علي عبد العاطي عدوان من رفح، احد اعضاء تجمع مبادري ومبادرات رفح. نقوم هنا باعداد وجبات الطعام كل جمعه لاصحاب الدخل المحدود الذين تضرروا من ازمه كورونا، فبنحاول نساهم ولو بجزء بسيط انه ندخل لهم الفرحه بيوتهم. يعني نحاول انه نلبي احتياجات الأسر، خلينا نقول بتشكيلة مواد تموينية، يعني متطلبات الحياة الرئيسية اليومية اللي بيحتاجها الواحد لأطفاله لبيته لأسرته. والله يقدرنا عمل الخير يا رب. حلو الواحد إنه يساهم بإشي في خير للعالم وللعائلات المتعففة، يعني بيكون الواحد هيك مبسوط إنه بيخدم. شعور حلو وشعور مطمئن انك انت يعني بتساعد ناس محتاجين في الوقت هذا اللي احنا بنعاني فيه من الحصار في قطاع غزة.
أنا بنبسط كتير بس أشوف تقارير من قطاع غزة ومن الضفة الغربية بالتأكيد. تعرف أنه توصلني رسائل كتير أنه هني دايماً بتابعونا، فلازم نوجه لهم دايماً تحية من عنا. وفي مبادرات إنسانية كتير كبيرة عم بتصير بقطاع غزة وبالضفة الغربية. بتعرف أنه أول أمس كنت عم شوف تقرير على إحدى الفضائيات أيضاً كان يتحدث عن مجموعة من الشباب هني من منطقة بيت لحم، وكانوا بيقوموا هني من الطائفة يعني من الديانة المسيحية، وكانوا بيقوموا بإطعام الصائمين على الحواجز قبل الحواجز الإسرائيلية المغلقة. كانوا عم بيقوموا بتقديم التمر والماء إلى الصائمين بحال أنه لم تفتح الحواجز الإسرائيلية يعني لحتى يعني يمرقوا تمر السيارات. فكانت هذه المبادرات مبادرات كتير جميلة ومبادرات كتير بتعبر عن الأخوية اللي موجودة فعلا بين الفلسطينيين أنفسهم. وإن شاء الله يا رب يعني عم الأمن والأمان والسلام يعني لكل فلسطين ولكل الوطن العربي ولكل العالم أيضا. إن شاء الله هذا اللي نتمناه. وهنا اخترت خبر باختصار خلينا نقوله حقيقة ما ناخدوش برشا وقت. الخبر يقول أنه في ولاية جورجيا في الولايات المتحدة الأمريكية تم يعني قرار اتخذوه الهيئات أو السلطات بأنه المراهقين يعني لم يعد بحاجة معناها بالنسبة لهم أنه يقوموا بامتحان قيادة السيارات، فقط سيكون يعني أنه تكون عندك موافقة من والديك وتكون عندك فقط أنه تجري امتحان على الانترنت. الموضوع أخذ شوية ضجة أكيد على وسائل التواصل الاجتماعي، والناس تحطت عليه لأنه قد يكون نوعا ما خطير إذا فقط يعني رخصة السياقة تكون من الإنترنت، لأنه مش نفس الشيء. نعم، أعرف إذا هذا. فما ناس رحبت بالفكرة. نعم. قد هذا الإجراء رح يكون يعني مثل ما أنت عم بتقول بيتبع المعايير العالمية للسلامة المرورية، يعني هذا الموضوع حيكون كتير صعب. ولكن تعرف هذه المبادرة بدأت من عام الماضي وكانت بس مختصة بالامتحان النظري، أنه بده يكون أنه يكون على يعني الأجهزة الإلكترونية. ولكن بما أنك عم تحكي هلأ أنه الموضوع توسع ففعلا في خطورة كتير كبيرة. صحيح، وهو أكثر حاجة أكيد ساهمت في توسع هذا الموضوع واتخاذ هذه القرارات هو طبعا إجراءات الحجر اللي موجودة، فهذه اللي ساهمت أكثر في أنه يكون هذا هو القرار المتخذ. ولكن تقعد فكرة يعني اتجاه البلدان بشكل صحيح. أكبر للمكننة وإلى يعني الأجهزة الإلكترونية، وحتكون هي يعني اللي أخذ أكثر اهتماما الآن. صحيح، هذا هو مشاهدينا. طبعا نحن سؤالنا لكم اليوم من وحي فقرة خاص جدا اللي بشتكون عنا في حلقتنا لليوم، فهل تجوز برأيكم التضحية بكل شيء في سبيل الحب ولماذا؟ نحن في انتظار كل إجاباتكم على رقم الواتساب وعلى طبعا صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي. نعم، ونذكر أيضا المشاهدين بمشاركة فيديوهاتهم بكيف بيقضوا أوقات الحجر الصحي، بهمنا كتير مشاركاتكم مشاهدينا. والآن دعونا ننتقل إلى آخر الأخبار والمستجدات على الساحتين العربية والعالمية مع الزميلة وعد هاشم ومع الخبر. شكرا لك هبة، أهلا بكم مشاهدينا، وهذا موجز لأهم الأنباء. سجل رسميا اليوم ما يزيد على 3,500,000 إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من ثلاثة أرباعها في أوروبا والولايات المتحدة وفقا إلى مصادر رسمية. وقد سجلت أكثر من 3,500,517 إصابة على الأقل، بينها نحو 247,000 وفاة. وسجلت في أوروبا نحو 1,500,000 إصابة ونحو 144,000 حالة وفاة. وفي الولايات المتحدة سجلت نحو 1,160,000 إصابة بالفيروس، بما في ذلك أكثر من 67,600 حالة وفاة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا بحلول نهاية عام 2020، وأكد ترامب لفوكس نيوز من أمام نصب لينكولن في واشنطن أن بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة في الحصول على اللقاح. وكان وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى وجود أدلة قوية بخروج الفيروس من مختبر في ووهان الصينية. في فرنسا قررت الحكومة تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 24 من تموز يوليو، مع البدء بإجراءات تخفيف العزل ابتداء من 11 من الشهر الجاري.
في ألمانيا فتحت المدارس اليوم أبوابها في بعض المقاطعات، أما في بريطانيا فوعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بكشف خطة رفع العزل هذا الأسبوع، وذلك مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات أمس بوصولها إلى 315 وفاة. أعلن الأردن رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا، وفي مصر قررت الحكومة السماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية الشهر الجاري. من جهتها قالت سلطات الجزائر إنها أغلقت نهاية الأسبوع أنشطة تجارية عدة كانت استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي. وتونسيا سجلت في الساعات الأخيرة 4 إصابات بالفيروس، وللمزيد من التفاصيل معنا من تونس مباشرة مراسلنا وسام دعاسي. أهلا وسهلا بك وسام، ما هي القطاعات التي تستأنف نشاطها اليوم مع انطلاق المرحلة الأولى من رفع القيود في تونس؟ صباح الخير وعد لك ولكافة الزملاء ولمشاهدي برنامج صباح النور. فعلا اليوم تونس تبدأ رسميا في تخفيف إجراءات العزل الشامل أو الحجر الصحي الذي فرضته وأقرته منذ أسابيع في محاولة للسيطرة على وباء كورونا والحد من انتشاره. بالتالي تونس اليوم تبدأ في يعني رفع بعض القيود على التونسيين وعلى الأنشطة الاقتصادية وخاصة المؤسسات العامة والحكومية والمهن الحرة، وخصوصا يعني القطاعات أو الشركات التصديرية والحيوية في البلاد في محاولة لإعادة الاقتصاد أو عجلة الاقتصاد بشكل تدريجي، وكذلك استئناف الحياة بشكلها العادي، وذلك بعد تسجيل بعض التحسن في الوضع الصحي العام في البلاد، خاصة أنه في الأيام الماضية تونس تسجل أعداد منخفضة ومتدنية من الإصابات تتراوح بين إصابتين إلى 17 إصابة. أمس تونس سجلت 4 إصابات فقط لترفع الإجمالي إلى 1013 إصابة من إجمالي نحو 25 تحليلا أو فحصا مخبريا موجها إلى المشتبه بإصابتهم بهذا الفيروس. واللافت أن يعني أعداد المتعافين من هذا الوباء ارتفع إلى 328 حالة، في المقابل استقر عدد يعني الوفيات عند 42 حالة. بالتالي كل ذلك دفع السلطات التونسية إلى تخفيف إجراءات العزل العام الذي تعيشه البلاد منذ أسابيع، ويعني إعادة أو استئناف بعض النشاطات الحيوية والاقتصادية في البلاد. واليوم شاهدنا منذ الساعات الصباح الأولى ربما يعني إعادة وحركية لافتة في الشوارع التونسية، وربما نوع من الاكتظاظ في حركة السيارات في الطرقات، ما يعني استئناف بشكل تدريجي للحركية الاقتصادية وحركة العيش في تونس. طبعا انطلاق المرحلة الثانية متوقف على نجاح هذه المرحلة الأولى يلي برافقها بطبيعة الحال شروط وقاية ضرورية، فإلى أي مدى هناك تجهيز كافي وتعليمات كافية، وما هي الشروط لو تعطينا فكرة لو سمحت؟ تونس تراهن على معادلة صعبة إن صح التعبير، وهي ربما العودة التدريجية لنسق الحياة بشكلها العادي، وبالتزامن كذلك في مواصلة السيطرة وتحقيق نجاحات في السيطرة على هذا الوباء. وبالتالي استأنفت بعض القطاعات الحيوية نشاطها مع ضرورة الدعوة إلى الالتزام بالشروط الوقاية والسلامة كالتباعد الاجتماعي أو التباعد
الجسدي في مرحلة أولى، في مرحلة ثانية وفي نقطة ثانية إجبارية ارتداء الكمامات الصحية لمنع أو للحد من انتشار هذا الفيروس. طبعا النصف أو أمرت بالعودة التدريجية لقرابة نصف العاملين في المؤسسات وفي هذه الشركات للحد من الاكتظاظ ويعني التواصل المباشر بين العاملين، ويتم التنقل للأشخاص الذين لديهم ترخيص يعني للعمل أو للحركية في الشوارع. وبالتالي هذه إجراءات تدعو إلى السلطات التونسية إلى الالتزام بها للحد وللسيطرة على هذا الوباء. وتقول وزارة الصحة التونسية أنها تجاوزت مرحلة الخطر في مسار وجهود مكافحة هذا الوباء، لكنها تقول أيضا أنها جاهزة للسيناريو الأسوأ على حد تعبيرها في حال ربما تزايد أعداد المصابين بهذا الفيروس، فإنها قد تضطر إلى إعادة فرض الحجر الصحي العام أو الإغلاق الشامل في البلاد، وتخشى بذلك هذا السيناريو الذي عاشته الجارة الجزائر بعد أن يعني خففت من إجراءات الإغلاق، قامت بإعادة هذا الإجراء في تقريبا 11 ولاية في الجزائر. وبالتالي السلطات التونسية تخشى من هذا السيناريو، وتخشى كذلك من يعني انتشار نوع من الاستسهال أو اللامبالاة في الشارع التونسي نتيجة تسجيل بعض النجاحات في السيطرة على هذا الوباء ونتيجة تدني أو انخفاض نسبة المصابين بهذا الوباء، وبالتالي قد تنتشر نوع من الاستسهال في الشارع التونسي، وبالتالي سيجد نفسه المواطن يتحرك ويتعامل بسهولة كالأيام العادية، خاصة يعني بسبب الضغوط الاقتصادية اليوم في تونس وطبعا في كل البلدان. إلى جانب قطاع السياحة، ما هي القطاعات الأكثر تضررا من الانعكاسات السلبية لوباء كورونا، وشو هي مصادر الدعم المحلية والدولية يلي راح تلقاها؟ بالفعل هناك يعني كثير من التونسيين أو كثير من الخبراء الاقتصاديين هنا في تونس يحذرون من التداعيات أو التبعات الاقتصادية لإجراءات العزل الشامل خاصة على الاقتصاد التونسي. هناك من يتوقع يعني خسارة أكثر من 150 ألف موطن شغل في تونس نتيجة إغلاق بعض المؤسسات أبوابها، وبالتالي قد نشهد ارتفاع نسبة البطالة من 15% إلى أكثر من 20%. بالتالي السلطات التونسية اليوم أمام تحدي صعب في كيفية السيطرة على هذا الوباء من جهة، وكذلك حماية أو الإبقاء على أو المحافظة على استقرار الاجتماعي واستقرار على مواطن الشغل واستقرار ربما الشركات الاقتصادية والتصدي لربما موجة الإغلاق أو الإفلاس التي قد تشهدها بعض المؤسسات خاصة الصغيرة. بالتالي تونس تبحث عن بعض التمويلات الخارجية من قبل المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، وبالتالي تدعو هذه المؤسسات لإعادة جدولة ديونها لمجابهة التبعات الاقتصادية لهذا الوباء. بالتالي تونس اليوم في وضعية لا يحسد عليها من الناحية الاقتصادية، خاصة أنها تعيش قبل أزمة كورونا أزمة اقتصادية حادة على المستوى الاجتماعي، وبالتالي اليوم هي في وضعية صعبة للغاية، خاصة أن القطاع السياسي أو القطاع السياحي عفوا الذي يمثل 10% من الناتج الداخلي الخام هنا في تونس يشهد شللا تام في تونس، وبالتالي ستجد صعوبة في إعادة يعني استئناف نشاط هذا القطاع بعد انتهاء هذه الأزمة، وستجد صعوبة في تمويل هذه المؤسسات التي قد تضطر إلى إغلاق أبوابها وتسليح عمالها وموظفيها بسبب هذه الجائحة التي اكتسحت وانتشرت في تونس. شكرا جزيلا لك مراسلنا وسام دعاسي، حدثنا مباشرة من تونس، شكرا جزيلا.
ونتابع في الموجز. في العراق شن تنظيم الدولة هجومين جديدين في وقت مبكر اليوم وفق مصادر محلية. واستهدف الهجوم الأول نقاط التفتيش للحشد العشائري وقواته الأمنية في محافظة ديالي شمال بغداد، وقد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما شن التنظيم هجوما آخر في جرف الصخر جنوب بغداد مستهدفا ميليشيات موالية لإيران. وكان تنظيم الدولة شن أمس هجوما في ديالي مما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق السلطات العراقية. أعلنت قوات حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على مواقع جديدة في محيط معسكر حمزة جنوب العاصمة. وأوضحت في بيان أن السيطرة على المواقع الجديدة كبدت قوات حفتر خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، كما سبق الهجوم تدمير مخزن ذخيرة تابع لعناصر حفتر في محيط المناطق المستهدفة بالقصف. ننتقل إلى جولة على عناوين الصحف. البداية من القدس العربي وفي رئيسيتها، تسجيل مصور جديد للمرة الثانية في 3 أيام لابن خال الرئيس السوري بشار الأسد رجل الأعمال رامي مخلوف، يشير إلى تدحرج الصراع داخل الفئة المتحكمة في سوريا، علما أن فيديوهات مخلوف تتزامن مع حملات إعلامية داخل روسيا تعمل على انتقاد النظام السوري. وننتقل إلى الكويت مع جريدة القبس وفي رئيسيتها، اللجنة الاقتصادية الوزارية المكلفة مناقشة قرار وزير المالية تقرر تحويل أرباح مؤسسة البترول الكويتية لخزينة الدولة، وسترفع التوصية إلى مجلس الوزراء لاعتماد الجدولة التي سبق أن تم الاتفاق عليها بأن يتم سداد الأرباح المحتجزة لدى المؤسسة خلال 5 سنوات. إلى العراق مع جريدة الزمان وفي عنوانها الرئيس، الاعتراضات وبيانات الرفض لتسريبات حول التشكيلة الجديدة تزداد مع اقتراب الساعات لتقديم مصطفى القادمي تشكيلته الوزارية أمام البرلمان العراقي. إلى تونس مع جريدة الشروق وفيها، انطلاق فترة الحجر الصحي الموجه مع تدابير وقاية صارمة، منها ارتداء الكمامات بشكل إجباري رغم عدم توافرها. في لبنان كتبت جريدة الجمهورية في عنوانها الرئيس أن الحكومة اللبنانية تستعد لبدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي خلال أسبوع واحد بعدما طلبت المساعدة رسميا لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمالية. والختام كالمعتاد مع العربي الجديد وفي رئيسيتها، دول عديدة تبدأ اليوم تخفيف قيود العزل الصارمة التي فرضها تفشي وباء كورونا، منها إيطاليا وإسبانيا وإيران، ما يعد تحديا صعبا خصوصا في أوروبا وينذر بدخول العالم مرحلة جديدة من الأزمة. في صورة الغلاف، الحبس الاحتياطي في مصر سلاح للتخلص من المعارضين، وهو وضع يهدد 1700 شخص محبوسين احتياطيا بمصير مجهول يصل إلى الموت، كما حصل مع المخرج الشاب شادي حبش. الكاريكاتير بريشة الفنان عماد حجاج. ومع الكاريكاتير نصل إلى ختام الوقفة الإخبارية الأولى، ملتقانا يتجدد كالمعتاد على رأس الساعة. شكرا للمتابعة. أمين، يعني لازلنا نذكر الناس دائما بالإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا، والموضوع الذي سنناقشه الآن ليس بعيدا عن هذا الموضوع. في ظل أزمة كورونا مشاهدينا، أكثر ما أقلق الطواقم الطبية في البلدان الأكثر تطورا هو تأمين أجهزة التنفس لضروراتها القصوى في معالجة الحالات الحرجة لمصابي هذا الفيروس. ولبنان كان أحد هذه البلدان حيث تضافرت الجهود وأثمرت التفاصيل مع نائب رئيس جامعة الروح القدس للشؤون الأكاديمية دكتور بربرز غندي الذي ينضم إلينا مباشرة عبر سكايب من بيروت. دكتور بربر صباح النور.
صباح الخير. صباح الخير لكم للمشاهدين. يا أهلا وسهلا. إذن دكتور، بداية يعني أعلنتم منذ أيام عن تصنيع جهاز تنفس اصطناعي بمواصفات عالمية، أخبرنا كيف تمت هذه العملية. إيه بالحقيقة مثل ما كنت عم تقول، بأول الأزمة كان في خوف كتير كبير لتأمين أجهزة التنفس. بقى كنا نحن عم نعمل سيميليشن، عملنا بروجكشن، وكان الوضع شوي خطر إذا كنا عم ناخد المودلز يلي كان عم يصير بأوروبا. وعنا المستشفى الجامع سيدة المعونات، مستشفى سيدة المعونات يلي هي بالخط الدفاع الأول، بقى كان لازم نكون واقفين حدهم. هيدي أجهزة التنفس اليوم كلنا عارفين إنه فيها شورتج، يعني ما عم نقدر نأمنها كلنا لكل العالم. يعني إذا بناخد أول كيسز كانوا خطرين هني بإيطاليا مثلا. الخوف من المضاعفات بالكورونا والخوف بلبنان كمان من تأثير الأزمة الاقتصادية إنه ما نقدر نأمن هاو الأجهزة، دفشنا إنه نكون عم نوقف حد المستشفى ونأمن بروتوتايبس، نجرب نشتغل على أجهزة التنفس. أكيد أجهزة التنفس نحن كجامعة بكلية الهندسة بكلية الطب ومع المستشفى الجامعي مع وحدة الإنعاش والدكتور بيير إدي اللي هو رئيس وحدة الإنعاش، إنه لازم تكون المكنة أو البنتيليتر بدنا نعمله aligned مع شو عايز الطاقم الطبي، مش بس بالجامعة، تكون عم تتطبق بالمستشفى. كان عندنا الميديكال ريكوايرمنتس اللي اجوا من المستشفى، الاند يوزر يعني الحكيم كيف بدها تشتغل وشو بده، كنا عم نطورها. التكنيكال ريكوايرمنتس اللي كنا نحن كالمهندسين وكلية الطب عم يشتغلوا عليها، لأنه بتعرفوا إنه حتى كل التولز السنسرز الاكتويترز الموجوده بالبلد هي مش للميديكال يوز، فكمان كنا عم نطور الاجهزه الخاصه فينا السنسرز. واكيد مثل هيدي خطوه كبيره بدها مانيفاكتشرر كبير، بدها صناعيه كمان. بالنتورك تبعنا كان معنا صناعي كتير كبير اللي هو تكنيكا، وقدرنا نشتغل على البروتوتايب تنخلصه. قبل ما نبلش شغل كان كمان لازم تكون عم تنقص حياة المريض، كنا بسبق مع الكورونا تنأمن هيدي الحاجة. بقى مشينا بالنورمز الانترناشنال اللي رحنا على اليو كي ستاندرد اللي كانوا موضحين شو لازم يكون فيها المكنة، وبلشنا بالشغل بالبروتوتايب. طيب دكتور بربر، خلينا نتحدث على لبنان تحديدا، ما هو عدد الأجهزة الضرورية في لبنان في هالوقت هذا؟ هلا نشكر الله انه البروجكشن الاساسي اللي عملناه ما وصلنا له، ان شاء الله ما بنعوزه، لانه اول ما بلشت الازمه رحنا للاكستريم كيسز. كان عدد الاجهزه بلبنان تقريبا ب 800 جهاز، نصهم مستعمل للحالات الطبيه غير الكورونا، والنص الثاني يمكن كان بيركب للكورونا بالاي سي رومز وهيك. كان في اذا رحنا للاكستريم كيسز كان يمكن نعوز بين 2000 و 3000 جهاز. وهيدا الارم كان لنا انه لا، 2000 و 3000 جهاز يعني 2000 و 3000 مريض ما عم نقدر نحط لهم تنفس. كان في سبق مع الكورونا انه نقدر نوصل ل كاباسيتي نقدر ننتج هيدي المكنات اذا اضطرينا. برجع بكرر انه نشكر الله بعدنا بالفيز اللي نحن فيها، بعد مش عايزين ان شاء الله ما تجي الموجه الثانيه وتغير الامور، بس الاحتراز واجب. الحمد لله ان شاء الله، طبعا هذا نتمناه انه ما يصيرش في كل هذا الحال، يعني في حاله انه ان شاء الله واكيد ما يصيرش الشيء هذا، وفي حال لا سمح الله انه صار الشيء هذا، ما هي الخطوات التاليه وكيف سيتم طبعا تامين وتصنيع المزيد من هذه الأجهزة، حتى مش فقط للكورونا، خلينا نقوله حتى للحالات الطبية اللي تكون بحاجة إلى تنفس. صحيح. بدي أكد على شغلة، الجهاز اللي عملناه هو انتيجرال يعني كامل، مش بحاجة لأي ولا كومبوننت، بيقدر يشتغل بغرف الطوارئ يلي فيها كومبريست اير، وبيقدر يشتغل بغرفة عادي بقلب المستشفى، يعني بس بدها أكسجين بيور اوكسجين تيكون عم تعلي الاوكسجين ليفل للمريض. جربت بالمستشفى يومين ورا بعض، جربناها على المانوكان وعملنا انترنال اوديت على الحكيم مع حكيم تاني كيف بيركب اذا بيقدر يتعامل بسهوله معه، وكانت النتيجه كثير منيحه. جميل. كيف حيصير التنفيذ؟ اليوم نحن تنقدر نشتغل
نصنع ماس برودكشن، حطينا بلان مبدئيا ماي بنص ماي بنبلش الماس برودكشن. اكيد هيدا الشغله متعلقه بنقطتين اساسيات، واحد المواصفه اللبنانيه يلي نحن بارت معهم بليبنور، مؤسسه المواصفات اللبنانيه يلي عم تحط مواصفه اليوم لاجهزه التنفس يلي معقول تنعمل بلبنان، ونحن بارتنر معهم قربت تخلص. وثاني نقطه هي تامين المواد الاساسيه. برجع بكرر انه بلبنان ما في سنسرز واكتويترز كان للميديكال اكويبمنت، حضرنا ليستا بالتعاون مع وزاره الصحه حنجرب نشوف شو فينا نامن، بس موعودين بد ماي فينا نبلش البرودكشن، وعم نحكي عن 250 قطعه او 500 قطعه بالشهر تقريبا. طيب دكتور بربر، لانه نعرفه ايضا انه الجهاز التنفس هذا تكلفته عاليه، ماذا عن التكلفه بالنسبه للجهاز اللي انتم صنعتوه؟ هذا التحدي الاساسي كان لنا، لانه قلت لك بالاول وضع الكورونا والوضع الاقتصادي، نحن مشينا باقل تكلفه ممكنه ضمن المواد اللي لقيناها او الماتيريال اللي لقيناها. اليوم بالمواصفه معقول يتحدد كمان نوعيه الماتيريال اللي لازم يستعمل، يعني بده يكون ميديكلي ابروفد ولا لا، وشو بيسمحوا ولا لا. هون اذا كان ميديكلي ابروفد اكيد حنطلع شوي بالبادجت، بس مبدئيا مع الاسف يمكن انه انقطع عن الخط. المهم ان شاء الله تكون وصلت كل المعلومات، ونحن ايضا نشكر نائب رئيس جامعه روح القدس للشؤون الاكاديميه دكتور بربر زغندي اللي كان معنا مباشره من بيروت وتحدثنا على فكره اجهزه التنفس الاصطناعيه اللي قاموا بانجازها في لبنان. مشاهدينا اجواء موسيقيه الان مع القانون وريما زرزور، ثم فاصل ونعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وأهلا بك يا أمين. أهلا وسهلا يا هبة. مشاهدينا، كيف تقضون الحجر المنزلي؟ شاركونا يومياتكم عبر فيديوهات على رقم الواتساب وعبر مواقع التواصل الاجتماعي. نحن في الانتظار. وفي اليمن مشاهدينا، عروسين تزوجا عبر موقع الفيسبوك تماشيا مع ظروف التباعد الاجتماعي. دعونا نتابع هذا التقرير. أغلقت صالة الأعراس في اليمن تحسبا لكورونا، فتحولت الطرقات إلى صالات للزفاف يقيم فيها العرسان احتفالاتهم غير آبهين بتحذيرات السلطات ولا تدابيرها الاحترازية. فالفرح لا يمكن أن يتوقف أمام فيروس لم يعلم بعد تفشيه في البلاد كما يقولون.
العريس محمد المشرى هرب من كل هذه الطقوس الاجتماعية مقيما احتفالا افتراضيا هو الأول من نوعه في اليمن، فقد اكتفى ببث مباشر لزفافه على الفيسبوك. الوقاية من تفشي فيروس كورونا هي ما دفعته إلى تحدي العادات والتقاليد وإقامة هذا الاحتفال الافتراضي. كورونا كان سبب مهم أنه أنا أمنع التجمع على اللقاء، يعني هو الذي خلاني يعني أفكر أنه فعلا ما بش داعي نحن نلتقي، أنه اللقاء بيسبب لنا يعني احتمالية يعني وقوع الإصابة. هذا هو قفصه الذهبي الذي بث منه احتفاله بعرسه بزفة فيسبوكية وهاشتاج عريس في زمن كورونا. محمد استقبل التهاني بزفافه في هذه التعليقات. وحده وباء كورونا استطاع أن يغير كل مناحي الحياة في العالم، ترك بصماته على أغلب العادات والتقاليد الاجتماعية بما فيها الزواج في اليمن. محمد المشرى واحد ممن غير هذا الوباء طقوس أفراحهم. هذا هو الزواج في زمن الكورونا والحب في زمن الكورونا. من التضحية أيضا. صحيح، إنها نوع من التضحية ولو بالشكليات فقط. هنا فعندما نتكلم عن الحب تختلف رؤيتنا للأمور، ومن أجل الحب نغض النظر عن عيوب أو مشاكل كثيرة لدى الشريك. صحيح، ولكن لكل شيء قدرة تحمل، فما هي قدرة التحمل لكل من الشريكين؟ وهل التضحية خطوط حمر؟ إنه موضوعنا لليوم نناقشه مع ضيفنا الاختصاصي في الأمراض النفسية والجنسية دكتور أنس العويني مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من تونس. دكتور أنس صباح النور. صباح الخير، مرحبا بكم. كيفك اليوم؟ سافا سافا لاباس. الحمد لله الحمد لله دائما. يعني هل بتعتبر دكتور انه التضحيه والتنازل جزئين اصيلين من الحب ولو بدرجات مختلفه، وكيف؟ هو تعريف علم النفس يجعل من الحب يعني من أولوياته ومن خصائصه التضحية، لأنه هو في تعريف علم النفس التحليلي الحب هو درجة من درجات الارتباط والتعلق. نعم. وحينما يكون الارتباط والتعلق يعني يتطلب منا تضحية، يعني قبل الزواج وبعد الزواج، ما دام في حب في تضحية. السليم أن تكون التضحية من الطرفين، هذا شيء سليم، لأن حياتنا والحياة الزوجية تتطلب التضحيات وتتطلب التحديات، لكن لما يكون التضحية من جانب واحد لهنا يكون الإشكال. نعم دكتور، العديد من الخبراء بيوصوا دائما بضرورة وجود التقارب سواء كان الاجتماعي أو المادي أو العلمي أو الثقافي وحتى الصحي بين المتزوجين، فهل يعني معنى ذلك أنه قبول أحد الشريكين بشخص خارج هذه الحدود بيجعل زواجهم حكما أكثر هشاشة برأيك؟ هو ما في شك، يعني الحب هو بما أنه درجة تعلق وهو درجة اشتياق ودرجة سعادة تدخل في منظور الأمل عند الشخص، يعني هذه العاطفة تقود الناس نحو الزواج وتقود الناس نحو الارتباط وإقامة هذه المؤسسة، مؤسسة الزواج. لكن لسوء الحظ لا تكفي يعني درجة الحب، ولا تكفي هذه الدرجة من التعلق والعاطفة العالية لإقامة حياة زوجية. لذلك هناك العديد يعني من الأشياء والعديد يعني من الخصائص التي يجب أن تكون يعني بين الشريكين، يحبذ الناس أن يكون متماثلين، يعني يشتركان في نفس المنظور الاجتماعي الثقافي ربما العقائدي، أن يتشاركوا في يعني في العديد من الأشياء التي يمارسونها كأنشطة، يتشاركون في الاهتمامات كذلك. في بعض الأحيان يكون التكامل يعني بين الشخصيتين، يكون التكامل في الأهداف كذلك، هو من دوافع الارتباط. فنحن يعني نقول من الطبيعي أن يكون الحب هو الدافع وهو سبب يعني الزواج وسبب الارتباط، لكن العقل هو سبب رئيسي ولا يستحسن فقط، بل يكون هو السبب الرئيسي للارتباط.
لأن الحياة الزوجية لأن هناك شيئين، لأن الحب سينتهي، يعني هو درجة تعلق، وكل مثله مثل كل عاطفة عند الإنسان هي مرتبطة بفكرة، وهذه الفكرة بعد فترة يعني هي ستبلو ولن نجد منها يعني إلا القليل، وربما بسوء المعاملات وسوء المعاشرات ربما لن نجد الحب بتاتا. وهذه الأشياء ليس لا نقرأها فقط في الكتب، بل احنا يعني نراها في عياداتنا. يكون الزواج في البداية عن حب وتعلق شديد وكبير وتضحيات كبيرة في البداية، نعم. ثم ينتهي هذا الحب يعني انتهاء كلي، وتبرز لنا يعني المعاملات، وتبرز لنا المعاشرات، وتبرز الأخطاء عند ذلك، ويكون معناها لسوء الحظ يعني النتيجة هي الفراق يعني والطلاق. وبالتالي علينا أن تكون الجانب العقلي أن يكون هو رئيسي في تأسيس حياتنا وفي تأسيس زواجنا. يعني أنت مع التماثل بالحب، أن يكونوا شخصين متشابهين. طب إذا كان يعني مثل ما تقول دكتور، وين رح يكون التضحية؟ يعني خليني أقرأ لك بعض التعليقات وبنعلق على النقطة اللي أنا حكيت عنها وعن بعض التعليقات المشابهة لكلامي الآن. يعني أحمد من الجزائر بيقول إنه الحب أسمى درجات العلاقة بين شخصين، إذا ما تقدم تضحيات لا يسمى حبا، والتضحية والتنازل أساس في الحب. والتضحية والتنازل تأتي دائما دكتور نتيجة الاختلافات، ربما بالعادات والتقاليد، ربما بالطباع. أيضا هنا رائد من الأردن بيقول أنا ما حبيت لحد الآن، بس بظن في هذه الأيام صعب البنت تضحي بالأساسيات في الحياة عشان أي شخص ولو بتحبه. ما عندي بيت ووضع الاقتصادي عادي. يعني كمان يتحدث عن التضحية بالأساسيات في الحياة بالبيت وربما بالأوضاع المعيشية. في كمان ريم من فلسطين بتقول أنا ضحيت بزعل عائلتي عشان الشخص اللي بحبه، بس بعد كم شهر حسيت أنه اقترفت أكبر غلطة بحياتي. الحب ممكن تلاقي غيره ويمكن ما تلاقي، بس العائلة ما ممكن تتعوض. خبرني عن هذه التعليقات، ما رأيك بها؟ يعني التعليقات جميلة وهي تعليقات كذلك سليمة ومن أرض الواقع مثل ما ذكرت لكم. يعني الحب قد يبلو وقد لا نجد منه شيء، قد يندثر بصعوبة الحياة، قد يندثر بالملاقات الكثيرة، قد يندثر بالمعاملات السيئة، ثم عند ذلك لا نجد إلا حسن المعاملة وحسن المعاشرة. هذه هي الخصائص التي قد تشبث المحبة بين الطرفين، لأن الحب في بعض الأحيان يكون يعني درجة تعلق مرضية، ونتحدث حتى عن مرض يعني نفسي. يعني في بعض التعريفات الحب هو فكرة ثابتة في العقل، وهذه الفكرة لا تقبل النقاش، ويصبح الشخص يعني يضحي تضحيات جمة وتضحيات كبيرة، ربما تضحيات مثل ما سمعنا في التعليقات، تضحيات بالعائلة، تضحيات ببعض القيم، ببعض التقاليد، ببعض الأعراف، ربما تنازلات كثيرة، لكن في النهاية لا نجد يعني ما ضحينا من أجله، لا نجد نتيجة التضحية. فنحن نقول الحب يعني طيب وحسن جميل مثل ما سمعنا في التعليق الأول أن يكون الارتباط عن حب، لكن لو غابت فيه الشروط العقلية، لو غابت فيه الشروط يعني الاجتماعية، يعني غياب يعني تام، ولا توجد فيه عقلنا في اختيار الشخص. أنا لا أتحدث عن الجانب المادي، هذا الجانب المادي يعني كل شخص يختار مثل ما يشاء. نقدم الجانب النفسي، نقدم الجانب الشخصية، جانب يعني حسن المعاملة وحسن المعاشرة، وأهم شيء الحب المتبادل. فإذا كان موجود نحن نضحي من أجل هذا، إذا كان موجود كل هذه الخصائص نحن مطالبون كرجال ونساء أن نضحي من أجل هذا الحب ومن أجل هذه الحياة السعيدة. دكتور طيب، التي نأمل أن تكون سعيدة، لكن لو اختفى أحدها حتى بوجود هذا التماثل العقلي بين الشريكين أو الانسجام العقلي بين الشريكين، حتى بيكونوا بحاجة للتضحية، لأنه ربما يكون هناك اختلاف بالطباع، اختلاف بطريقة الحياة يعني لكل من الشخصين أو الزوجين. بعد عدة سنوات دكتور تتبدل مشاعر الحب بين الشريكين وبتتأثر هذه المشاعر، خاصة إذا كان هناك تضحية من طرف واحد. ربما هذا التأثر يأتي بعدة أشكال، حتى ممكن أنه يوصل لحد العنف من قبل أحد الشركاء ضد الآخر. هو من الثابت والأكيد أن هذه العاطفة، عاطفة الحب، ستتقلص بمرور الوقت. سيأتي عليها ظاهرة نفسية التي تسمى ظاهرة التعود، مثلها مثل أي عاطفة، ستندثر شيئا فشيئا، واندثارها ويعني ونقصانها الحاد
يكون بالمعاملات السيئة، يكون بال يعني بالسلوك السيء من الطرف الآخر، تكون بالعاطفة السيئة التي يواجهها الشخص في حياته الزوجية وفي لقائه مع هذا الشريك، فينتهي الحب بسرعة، وربما ينتهي بسرعة، ربما يأخذ فترة من الزمان يعني حتى ينتهي. في هذه الأحيان لا نجد يعني ربط بين الرجل والمرأة إلا حسن معاملتهم، حسن الأخلاق وحسن المعاشرة بين الزوجين. فلذلك لا نعتمد في البداية على تأسيس العلاقة على الحب فقط، هذا الحب قد يكون عائق بيننا، قد يمنعنا من الاختيار الحسن. لا نقول الحب سيء، لكن مع الحب علينا يعني أن نرسخ الخيارات العقلية، علينا أن يكون حبنا موجه. دكتور، بس بدي أقرأ لك آخر تعليق عنا من نورة من السودان، عم بتقول لابد أن تكون هناك حدود ما ممكن أنه الواحد ما يتجاوزها، وقالت أنه بالحب، وقالت مثل الكرامة أنا ما ممكن أضحي بيها، لأن لو فقدت كرامتي ببساطة بفقد معها مجموعة كبيرة من الحاجات. الخط الأحمر بالتضحية في الحب ما هو؟ نعم، يعني هنا تختلف يعني الخطوط الحمر هو بين الأشخاص، حسب كل شخص ما هي حدود كل شخص، لكن الحدود العامة هي حدود مثل ما ذكرت نورة المدونة في التعليق، يعني هي حدود الكرامة، كرامة الشخص. نعم، تشرفنا نورة. مثل ما قالت نورة، يعني الكرامة، كرامة الشخص هي أهم شيء. يعني لو كان هذا المحبوب وهذا الشريك لا يقدم نفس ظاهرة الحب، نفس درجة الحب ونفس درجة التعلق، لو كانت المعاملة يعني قاسية على مستوى المعاملات بين الأشخاص، لو كان فيه يعني خصائص وركائز أساسية التي تجمع بين الرجل والمرأة، يعني مثل الاهتمام ومثل يعني المسؤولية وتحمل المسؤولية، مثل الرغبة ومثل الشغف، لو كان مثل هذه الخصائص يعني غير موجودة، فولو تكون أنت يعني محب، ولو تكون يعني درجة الحب عندك عالية، يجب أن لا تواصل في ذلك. يعني صحيح سنجد ألم الفراق في البداية، سنتألم من ذلك، وهذا شيء طبيعي، لكن بعد هذه الفترة سيصبح الإنسان أكثر نضج ويعيد الاختيار، ويعيد كذلك علميا نستطيع أن نحب مرة واثنين وثلاثة، لكن هذه المرة يكون الإنسان تعلم دروس، ويكون الإنسان يعني وقع في الحب، والحب يعني محيط ب يعني بكادر يعني عقلي. هذا الحزام العقلي هو الذي سيحمي علاقتنا في المستقبل. نعم، ربما النضج والدروس يعني والعبر لا نأخذها إلا بالدروس القاسية. شكرا لك الأخصائي في الأمراض النفسية والجنسية دكتور أنس العويني، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الاصطناعية من تونس. نصيحة الشيف لليوم، ونحن نمشي في ليلة إلى مطبخ صباح النور مع الشيف وليد العياصة والعشاء. صباح النور مشاهدينا عن جديد. مثل ما قلنا بأول الحلقة، اليوم حلقتنا سورية بامتياز. حنبلش هون، نحن حاطين اللحمة تبع الشكرية، حاطين اللحمة على السلق. فينا اللي ما عندها، إذا ست البيت حابة تطبق هذه الطبخة اليوم وما عندها لحمة، فيها تعملها بنفس الطريقة بس بالدجاج. حطينا اللحمة على السلق، أهم شيء ما منحط الباقة العطرية قبل ما نشيل الزفرة تبع اللحمة. الباقة العطرية هي شو ما عندها ست البيت، كرات، كرابس، بصل، جزر. أنا هون حاطت كمان ورق غار وعودين القرفة، بتعطيها ريحة كتير طيبة وطعم كتير طيبة. هون حطيت شوية زيت، شوية زبدة، قريت الشعيرية صار لونها بهيدا الشكل. حأرجع حط الرز المغسول منيح. هون أهم شيء كمان ست البيت كمان ما يلزق مع الرز، مفروض يتم غسله بطريقة منيحة ليطلع النشا تبع الرز منه. هلأ نخفف النار شوي، منحط رشة بهار أبيض، ورشة ملح، وكل كباية رز بدها كبايتين من مرقة
اللحمة. هون بنفس الكباية أنا حطيت رز، ححط كبايتين مرقة. هيك بنكون حطينا الرز على النار، بنحركه ضربة، وبعد ما يبلش يغلي بنخفف النار على الآخر وبنغطي تا نحن بنقول ليتنبت الرز مزبوط. هيدا الرز صار على النار. هون عندي رح نبلش بالشكرية. عندي لبن، بدي احط ملعقتين نشا، اهم شيء نحط اللبن، نحط له النشا على البارد. رح احط ملعقتين نشا، ملعقة صغيرة ملح، وبنحركهم مزبوط. بنولع النار، ما تكون كتير قوية، ما بدنا اياها كتير تكون قوية منشان ما يلزق النشا مع بكعب الطنجرة مع اللبن. بعد ما يسخن اللبن مزبوط رح صفي اللحمة، شيل المرقة تبعها، اكيد ارجع زيد مع اللبن واللحمة حطها فوقهم، واخر شي رح ارجع اقلي البصل مع الثوم وحطهم فوق منه. لكن مثل ما قلنا الشاكرية أنا عم بعملها اليوم بلحمة، فينا نعملها بدجاج، ما في مشكلة. أوكي، لكن هلأ رح نرجع لعندكم أمين وهبة، وأكيد في إلنا وقفة تاني وتالتة إن الله راد معكم بهذه الحلقة. شكراً يا شيف. لك شيف. شهيتنا الريح. فعش عارفين وإحنا شو نعمله. يعني معاناة. معاناة، أكيد معاناة. بيه؟ نحن وين نمشي وهبة؟ بدنا نروح أنا وإنت لأداء جديد لريما زرزور. على القانون وباب العريقة. وبعدين مشاهدينا بنروح من بعد هذه الفقرة القصيرة الموسيقية، نذهب إلى فاصل قصير ومن ثم نعود. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، وصباح النور لك من جديد يا أمين. صباح النور يا هبة. ننتقل الآن أنا وأنت إلى زميلة وعد هاشم والفقرة السياسية والإخبارية، إليك يا وعد.
شكرا هبة، أهلا بكم من جديد، وهذا موجز لأهم الأخبار. سجل رسميا اليوم يزيد على 3,500,000 إصابة بفيروس كورونا في جميع أنحاء العالم، أكثر من 3/4 في أوروبا والولايات المتحدة وفقا إلى مصادر رسمية. وسجلت في أوروبا نحو 1,500,000 إصابة ونحو 144,000 ألف حالة وفاة، وفي الولايات المتحدة سجلت نحو 1,160,000 إصابة بالفيروس، بما في ذلك أكثر من 67,600 حالة وفاة. توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاح فيروس كورونا سيكون متاحا بحلول نهاية العام 2020. وأكد ترامب لفوكس نيوز من واشنطن أن بلاده وصلت إلى مرحلة متقدمة في الحصول على اللقاح. وكان وزير الخارجية الأمريكي أشار إلى وجود أدلة قوية بخروج الفيروس من مختبر في ووهان الصينية. في فرنسا قررت الحكومة تمديد حال الطوارئ الصحية حتى 24 من تموز يوليو، مع البدء بإجراءات تخفيف العزل في 11 من الشهر الجاري. في ألمانيا فتحت المدارس اليوم أبوابها في بعض المقاطعات. أما في بريطانيا فوعد رئيس الوزراء بوريس جونسون بكشف خطة رفع العزل هذا الأسبوع، وذلك مع تسجيل تراجع في عدد الوفيات أمس بوصولها إلى 315 وفاة. أعلن الأردن رفع كل القيود المفروضة على النشاط الاقتصادي بسبب فيروس كورونا. وفي مصر قررت الحكومة السماح للفنادق بإعادة فتح أبوابها أمام السياحة الداخلية بشرط العمل بما لا يزيد على 25% من طاقتها الاستيعابية حتى نهاية الشهر الجاري. من جهتها قالت السلطات الجزائرية إنها أغلقت نهاية الأسبوع أنشطة تجارية عدة كانت استأنفت نشاطها الأسبوع الماضي، وذلك بسبب عدم التزامها قواعد الصحة والتباعد الاجتماعي. وتونسيا سجلت في الساعة الأخيرة 4 إصابات بالفيروس. في العراق شن تنظيم الدولة هجومين جديدين في وقت مبكر اليوم وفق مصادر محلية. واستهدف الهجوم الأول نقاط تفتيش للحشد العشائري وقواته الأمنية في محافظة ديالا شمال بغداد، وقد أسفر عن سقوط قتلى وجرحى. كما شن التنظيم هجوما آخر في جرف الصخر جنوب بغداد مستهدفا ميليشيات موالية لإيران. وكان تنظيم الدولة شن أمس هجوما في ديالا وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى وفق ما أفادت السلطات العراقية. أعلنت قوة حكومة الوفاق الوطني الليبية سيطرتها على مواقع جديدة في محيط معسكر حمزة جنوب العاصمة. وأوضحت في بيان أن السيطرة على المواقع الجديدة كبدت قوات حفتر خسائر كبيرة في المعدات والأرواح، كما سبق الهجوم تدمير مخزن ذخيرة تابع لعناصر حفتر في محيط المناطق المستهدفة بالقصف. تكاد المهلة الممنوحة لرئيس الحكومة المكلف مصطفى القادمي لتقديم تشكيلته تنتهي، في الوقت الذي بدأ تنظيم الدولة الإرهابية يطل برأسه في البلاد من جديد. فهل ينجح القادمي في تشكيلته الجديدة بعد نحو أسبوع على رفض القوى السياسية الشيعية للتشكيلة الأولى؟ وما هي دلالات استعادة تنظيم الدولة نشاطه واستعداد القوات العراقية لشن عملية وشيكة وواسعة تستهدف جيوب وخلايا التنظيم الإرهابي؟ نناقش المشهد العراقي من بغداد مع دكتور حسين علاوي أستاذ العلوم السياسية في جامعة النهرين. أهلا وسهلا بك دكتور. نبدأ من التطور الأمني المتمثل بهجمات تنظيم الدولة الإرهابي. هل الانسحاب الأمريكي هو من ألقى بظلاله على الأمن في العراق برأيك؟ صباح الخير عليك وصباح الخير على المشاهدين الكرام. أكيد التحالف الدولي وما حصل من مواقف سياسية محلية من قبل القوى السياسية العراقية جعل التحالف الدولي يخفف من عملياته باتجاه بعض النقاط الأساسية، وهي قضية الاستطلاع العميق. وهذا بالتالي ما جعل التنظيم الإرهابي داعش يحاول أن يستغل هذا الموضوع، وبالتالي يتحرك من خلال فلوله التي تنتشر في الوديان المفتوحة وكذلك في الهضاب، ويستخدم الجغرافيا. وهذا بالتالي ما جعل اليوم هنالك تغيير في تكتيك التحالف الدولي، من أنه استخدم الفرنسيين في إطار تطوير منظومة خاصة بالاستطلاع العميق ستستخدم خلال هذه الساعات والساعات المقبلة لعملية
تصوير جوي ترسل إلى مركز القيادة والسيطرة، وبالتالي تزود قيادة العمليات المشتركة العراقية بهذه الصور الجوية من أجل القيام وتحديد الأهداف التي يقوم التحالف الدولي وكذلك القوات الجوية العراقية بضربها خلال الساعات والأيام المقبلة لعملية تطهير الأراضي المفتوحة من فلول داعش الذين قاموا بهجمات على القوات العسكرية العراقية المنتشرة في المحافظات المحررة. طب كانت هناك معلومات أمنية بوجود تحركات للتنظيم في محافظة صلاح الدين قبل وقوع أول يعني هجومين بيومين فقط، يعني هذا الأمر أثار اتهامات بالإهمال والتراخي من قبل السلطات، ما رأيك؟ لا أكيد هو ما متوقع أن في أدبيات التنظيم الإرهابي أن رمضان ينتج غزوات متعددة يزداد العزم فيها للمقاتلين الإرهابيين، وبالتالي ما يعرف بغزوة رمضان هي متوقعة واستخبارية نحن نبهنا عليها في العديد من التدوينات. لكن بالمقابل نعم مثل ما قلت الاستجابة الخاصة من قبل القوات المرابطة هنالك وهي القوات العراقية بكل صنوفة، أتوقع أن التنافس التنظيمي الذي موجود وكذلك الجغرافيا السكان التي لابد أن يتم أو تهتم بها القوى العسكرية هنالك وكذلك الجدل السياسي والجدل الاجتماعي ما بين عودة النازحين وعدم عودتهم لبعض القرى والأرياف، وكذلك بالمقابل القضية الأخرى وهي قضية الثار من الأهالي الذين أبنائهم انضموا إلى تنظيم داعش الإرهابي، هنا العقد الأساسية التي ولدت هذه الخلايا، وكذلك بالمقابل استثمرت من قبل التنظيم الإرهابي باعتبار أن القتال قرب الأنهار قد يكون صعب جدا بدون إسناد جوي للقوات العراقية، وهذا بالتالي يحتاج إلى تدريب، والتدريب قد توقف بسبب جائحة كورونا التي أثرت على أداء ليس فقط القوات العسكرية العراقية وإنما القوات العالم كلها بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية، ولذلك بالفعل مثل ما أشرتي يحتاج إلى تركيز عالي، يحتاج إلى تدقيق الآن وتنسيق عالي جدا، وكذلك استثمار التحالف الدولي الذي هي منصة مهمة للعراق باعتباره عضو في التحالف الدولي. طب كانت هناك مطلع العام يعني تحذيرات بأن هناك من يخطط لإعادة أحياء تنظيم الدولة في العراق، تحديدا كانت التحذيرات إيرانية وحذرت من مخطط أمريكي لذلك، ما رأيك؟ هو الخطر هذا الجديد حقيقة على مدى 30 يوما أشارت مواقع استخبارية عديدة تنشر بنشراتها الاستراتيجية على شبكات الإنترنت أن هنالك بعض الأسلحة قد تكون مصادرها إيرانية قد اشتراها التنظيم الإرهابي أو قد حصل عليها من تجار إلى آخره، وهذا بالتالي تحديد كبير جدا. إذا إيران هل تريد أن يبقى العراق مستقر أم لا؟ أتوقع أن أغلب الآن الاتجاهات العامة تريد إيران أن تستثمره في الصراع الأمريكي الإيراني وتستخدم الورقة العراقية، وهذا تهديد حقيقي للأمن الوطني العراقي وللسكان العراقيين الذين عادوا في المناطق المحررة، وبالتالي على إيران أن تغير نهجها لأن هذا النهج هو نهج سلبي يولي صورة ذهنية سلبية باتجاه العلاقات العراقية الإيرانية خلال المرحلة المقبلة، ولذلك بالمقابل التنظيم الإرهابي كذلك يستثمر في هذه القضية استثمار كبير جدا لأنه يجد بهذه فرص الصراع من الصراع الأمريكي الإيراني وكذلك الصورة النمطية السلبية باتجاه إيران إلى أن أو بالمقابل يلعب على هذه الأوتار من خلال أوراق قد تكون مفتوحة في التفاوض الغير مباشر، وهذا ما حصل في الأراضي السورية، لاحظنا إجلاء العديد من الجماعات الإرهابية من منطقة إلى منطقة أخرى إلى أن صدم العراقيين بأنهم أتوا بتنظيمات إرهابية ومقاتلين إرهابيين في إطار استقرار الوضع في سوريا أمام الحدود العراقية السورية، وبالتالي نعم. الإيرانيين كذلك يريدون على ما يبدو أن يبقى الوضع غير مستقر في العراق لأنه يستخدم في إطار الصراع الأمريكي الإيراني، وهذا تهديد وانعكاساته سلبية طبعا على العراقيين. طب هذا التطور الأمني برأيك هل يزيد أو يقلل الأمل في إمكانية التصويت على حكومة القادمة هذا الأسبوع بعد أن كان يعني تعثرت عدة مرات؟ أتوقع بالعكس أن القوى السياسية العراقية كانت القوى الشيعية الرئيسة الآن الداعمة إلى سيد الكاظمي وهي كتلة النصر والحكمة وسائرون
هما أكثر تصميما من إيجاد حكومة جديدة، وكذلك بالمقابل القوى العربية السنية هي تريد أن تصوت، وهذا واضح في سلوكه وخطابه السياسي، وكذلك القوى الكردية هي واضحة في هذا الموضوع، وحتى المكونات العراقية تريد حكومة. أما القوى الأخرى السياسية فهي لديها اختلاف في التفاصيل من حيث أنه حصصها الانتخابية، وكذلك الوزراء الذين استوزروا الآن افتراضيا إلى الكابينة الحكومية من أجل الذهاب بهم للحصول على الثقة داخل البرلمان. فبالتالي في أجرينا استطلاع للرأي حقيقة في مركزنا مركز أكيد، وجدنا أن 74% من الرأي العام العراقي يقول أن الكابينة الحكومية للسيد الكاظمي ستمضي، و 26% كانوا يقولون لا. وبالتالي هذه أسقطناها كذلك على القوى السياسية العراقية، هنالك ما بين 200 إلى 250 نائب سيذهبون للتصويت للسيد الكاظمي، والباقي لا يصوتون، وهذه هي موقف كتلة دولة القانون وموقف ائتلاف الوطنية، وكذلك موقف قد يكون حتى لبعض الأحزاب السياسية التي لديها 10 إلى 15 مقعد. طب حضرتك ذكرت أن إيران يعني تسعى لعرقلة الاستقرار داخل العراق، رغم أنه الكتل الشيعية داعمة اليوم لتشكيلة القادمة. هي معادلة صعبة جدا. إيران تحاول أن تستثمر بأي ورقة تمتلكها أو تستطيع الوصول إليها. موقف الفتح قد تغير من السيد الكاظمي كثيرا جدا، وأصبحوا ساندين وداعمين إليه، وبالتالي إيران من جهة تريد أن تدعم القوى الشيعية باتجاه التصويت إلى السيد الكاظمي، لكن من جهة أخرى هي تحاول كذلك أن تستثمر بعدم الاستقرار، وهذه معادلة صعبة. طبعا تبقى هذه القضية الميكافيلية الموجودة لدى الإيرانيين، وهم بارعين جدا باستخدامها جدا بهذا الموضوع من أجل تحقيق مصالحهم القومية، لكن بالمقابل على العراقيين أن يدركوا تهديد هذه المصالح على مستقبل البلاد. مع تركيز الانتقادات حول منهج القادم في اختيار وترشيح أسماء الوزراء في تشكيلته، ما هي المشكلة تحديدا في هذا المنهج؟ يعني أكيد المشكلة هي في الحصص الانتخابية المحاصصة يعني حقيقة، وهذا في الاستطلاع أجريناه بالمناسبة، وجدنا أن 63% يقولون أنها حكومة محاصصة، وبالفعل السيد الكاظمي لن يستطيع أن تكون لديه عصا موسى لكي يغير كل شيء. هذه هي جدلية العملية السياسية، المحاصصة قتلت العملية السياسية، وهي ذاتها ذات المعادلة بالمناسبة في لبنان، ذات المعادلات السياسية الناشئة الأخرى، لكنها بالمقابل هل ستتغير؟ قد يكون السيد الكاظمي هو واحد من نقاط الانتقال للتغيير خلال المرحلة المقبلة. نعم، وهذا يعني ما انقسمت حوله الآراء، إن كانت المشكلة في أنه انحاز إلى قوى سياسية معينة وظلم البعض، أم أنه كان يحاول أن يكون لديه وزراء تكنوقراط؟ أكيد في البداية كان لديه تصميم سيد الكاظمي أن تكون حكومة تكنوقراط، لكن مزاج القوى السياسية العراقية المتشبثة بالسلطة تريد أن تبقي على المحاصصة، لأنها تتوقع أن مجيء أجيال جديدة لقيادة الوزارات قد لا يتلاقى مع أهداف الكتل السياسية في الحصول على العقود والمكاتب الاقتصادية، وهذا بالتالي مرتبط بقضايا متعددة. دكتور علاوي، للأسف يبدو أن الاتصال قد انقطع مع دكتور حسين علاوي الذي حدثنا من العراق. نصل إلى نهاية إذن فقراتنا الإخبارية لليوم مشاهدينا، ملتقانا يتجدد كالمعتاد يوم غد، أما الآن فعودة للزملاء. إذن مشاهدينا، ما هي آخر الفيديوهات والأكثر انتشارا على مواقع التواصل الاجتماعي؟ دعونا نتعرف عليها مع أمين. شكرا لك هبة. إذن كالعادة نحن نبدأ من تويتر ونشوف شنية أكثر الحاجات الترند اللي موجودة، وطبعا ما زال الكوفيد 19 فيروس كورونا الكل هو ما يتصدر في أغلب دول العالم تقريبا، وحتى بين ليلة أمس واليوم صباحا ازدادت التغريدات بما له علاقة طبعا برفع
إجراءات العزل تدريجيا في أغلب دول العالم وبعض أيضا الدول العربية. مشاهدينا نحن دعونا نبدأ بأخبارنا اللي تم تنقلها أكثر حاجة بالنسبة إلى هذه الفترة وخاصة في الأيام اللي تعديوا هذوما. طبعا أغلب التغريدات اللي عنا في وطننا العربي كلها تتمحور حول المسلسلات الرمضانية. أما البارح طبعا تصدر وسم اليوم العالمي لحرية الصحافة، خاصة أن معاناة صحفيين كبيرة في الفترة هذه في مواجهة فيروس كورونا. وكما تلاحظوا أنه هناك البعض اللي تذكر معاذ عمارنا والحادثة اللي صارت له، وكتعبير منهم على اليوم العالمي لحرية الصحافة. نعم، يعني هذا اليوم المهم جدا بالنسبة لنا جميعا، واللي بذكرنا بأهمية أنه الصحافي يكون له الحرية الكاملة بنقل الحقائق كما يراها وكما هي موجودة على الأرض. وفي ظل هذه المخاوف، يعني حتى منظمة مراسلون بلا حدود تتحدث عن مخاوف كانت يعني في ظل هذه الجائحة، جائحة كورونا، ويعني هذه الإغلاقات التي يعني حصلت في الكثير من دول العالم وخاصة الدول يعني اللي عندها أنظمة شوي قمعية. وكان هناك حديث عن أنه يعني هناك مخاوف من أنه حرية الصحافة أن لا تجد سبيل في ظل هذه الأوضاع، وأن تطول يعني هذه المدة ولا يكون لها سقف زمني ولا حتى سقف بالحريات. طبعا كما قلنا وكما ذكرت يا هبة، هذا هو حرية الصحافة واليوم العالمي لحرية الصحافة كان أكثر ما تم تداوله البارحة. أيضا هناك حاجة تم تداولها بشكل كبير في الجزائر وفي المغرب العربي، تصدر هاشتاج إدير. إدير هو الفنان طبعا القبيلي الذي لقب بسفير الأغنية الأمازيغية واللي رحل عن عمر يناهز 70 عاما بعد مسيرة عالمية حافلة. حتى اليونسكو كتبت على تويتر البارح يعني وفاة الفنان الجزائري حميد شرايط المعروف عالميا باسم إدير سفير الأغنية الأمازيغية. إدير والناس يمكن اللي ما تعرفوش أكيد تعرف أغنية أفافا أينوفا. نعم. هي من أكثر الأغاني شهرة وأكثر الأغاني اللي باللغة الأمازيغية. نعم. اللي تقريبا وصلت إلى كل دول العالم. الأغنية هذه مشاهدينا هي أسطورة أمازيغية يبلغ عمرها عشرات القرون، وهي تروي حكاية ساندريلا المغربية، الفتاة اللي تعمل طوال النهار في حقول الزيتون، واسمها هو طبعا غريبة. والقصة متاحة أنه هي تكافح من أجل والدها العجوز وأخواتها، ووالدها هو الملقب بأينوفا طبعا وهي في عمر صغير، وكفاحها من أجل لقمة العيش وطبعا لأسرتها وإلى كل عائلتها. هذا هو أغنية أفافا فاينوفا وإدير اللي فقدناه واللي رحل علينا في هذه الفترة. نعم، والجدير بالذكر أيضا أمين أنه إدير هو يعني مناضل أمازيغي، يعني هو لأربع عقود لم يغني أغنية على أي مسرح في الجزائر، حتى يعني سمحت الجزائر للغة الأمازيغية لأن تكون لغة رسمية لبعض المتحدثين بها ولبعض القوميات يعني الأمازيغية. صحيح، هذا هو حلو انه الرساله تكون كما هكا، خاصه صحيح. من عند فنانين طبعا الله يرحمه إدير. في هذا الاسبوع ايضا مشاهدينا مع الاسف ضجت وسائل التواصل الاجتماعي وخاصه في وطننا العربي بخبر وفاه شادي حبش. شادي حبش الذي اخرج اغنيه سياسيه ساخره عن السيسي فكان مصيره السجن ومن ثم الموت. نتابع في انا العربي. طبعا مشاهدينا القصة حزينة جدا، وكلنا والعديد شفناهم تعاطفوا بشكل كبير مع شادي حبش والقصة اللي عاشها ورحل في عمر صغير وهو شاب
طبعا نظرا الى فقط انه اخرج اغنيه كانت ضد نظام. مشاهدينا في الاسبوع هذا كان عندنا نجم وهو الايموجي الجديد المعروف باللغه العربيه ادعمه بالفرنسيه سوليدير. الايموجي هذايا يتم اضافته على موقع فيسبوك وذلك طبعا الى كل المستخدمين لاظهار دعمهم خلال ازمه كورونا حتى يتمكنوا من اظهار المزيد من الحب والرعايه لاصدقائهم وعائلتهم. وطبعا العديد منكم تسائل لماذا هالايموجي هذا لم يظهر على كل الحسابات تقريبا، فقط لانه السبب بسيط جدا هو انه الفيسبوك يقوم بتجربه هذا الايموجي على بعض الاجهزه وبعض الحسابات، ودعونا نقول انه ل 80% ربما موجود الان موجود في كل الحسابات، فقط مطالب انه يمكن تعمل تحديث الى موقع الفيسبوك نتاعك ويكون موجود عندك هالايموجي الجديد. أنا رأيته بالأمس صراحة ويعني صرت كبر بالصورة لأعرف ما هو تحديدا يعني ما هو تحديدا هو بالضبط جدا ومعبر يعني متضامن ادعم مع القلب اللي حامله يعني أيضا حاجة أخرى بالنسبة إلى موضوع الإيموجي، صفحة ساركازم تنشر هالفكرة هذه وتقول إنه كل الإيموجي اللي وضعتهم فيسبوك للتعليق على كل على كل ما ننشره وكأنه يعني شبيه بفكرة العلاقة منذ بدايتها إلى نهايتها. لو تلاحظها يعني وكأنه بداية العلاقة إلى نهاية العلاقة كل الإيموجي اللي موجودين على الفيسبوك. نجم أيضا آخر من نجوم وسائل التواصل الاجتماعي وهو هذا السيد، شفناه تقريبا في كل الصفحات كل الناس تنشر في صوره. سيد فيليبس هو هذا هو اللي دائما نشوفوه مع اللافتة اللي حملها، وقصة صوره هذه بدأت في أكتوبر 2019 عندما نزل إلى شوارع نيويورك احتجاجا طبعا ضمن نطاق العمل واكتب كما تلاحظوا stop replying all to company wide emails. ومن ثم بعدما انتشرت هذه الصورة بشكل واسع نزل مرة أخرى إلى الشارع وكان وقت أحمل لافتة يقول فيها أنه ساينفيلد is way better than France ومباشرة أنه بوستر فرانس وراه معني. الصورة هذه طبعا لقات ضجة وانتشرت بشكل كبير، ومن بعدها يقرر سيث فيليبس اللي هو هذا السيد إنشاء حساب على إنستغرام فقط مشاهدينا. في غضون 4 أشهر وصل إلى أكثر من 4 ملايين متابع، وتقريبا كل الصور تتم مشاركتها في كل دول العالم. ودعونا نتابع معاكم حسابه على إنستغرام اللي حاليا تقريبا وصل إلى 7 ملايين فولوور. يعني مش حاجة عادية معناها، وهو فقط كنت لاحظ انه دائما الصور تكون من خلال احتجاجه على اشياء عادية يمكن تكون موجودة. مثلا كم بوست منزل امين؟ فيك تشوف لي كم بوست منزل؟ تقريبا 62 بوست يعني كمية كبيرة كثير من الفولورز بعدد بوستات قليل. يعني انه الفكره كانت فكره معناها الفكره غريبه نوعا ما، يعني شفنا انسان فقط حامل لافتات ولكن من بعدها انتشرت بشكل كبير الفكره هذية. وسيث طبعا من خلال حسابه دود وذ ساين اصبح شخصيه مشهوره، وحتى يقول في لقاء صحفي ليه انه اصبحت مشهور والناس تاخذ معي صور في الشارع ولكن انا لازلت غير متعود على هذه الأجواء. خلينا نختم الآن مع نجم آخر في زمن الكورونا، وهكذا استقبل الفرنسيون الطبيب ديدي راؤول في شوارع مارسيليا منذ يومين. أكثر جملة سمعناها إلى لا لوميور إنه هنا هو الأفضل معنا. نعم. دي راؤول أصبح مشهور بشكل كبير. وهنا عادت يعني أعادت أزمة كورونا ربما التوازن لعالمنا، يعني عرفنا مين هن الأشخاص اللي فعلا بيحتاجوا لأنه نحن دائما نشيد فيهم وندعمهم دائما.
صحيح. ان شاء الله طبعا مشاهدينا نتمناو انه توفى هالازمه هذه، نتمناو انه نرجعوا الى حياتنا مجددا. نعاود نذكركم مره اخرى انه تشاركونا كل تجاربكم في الحجر الصحي خلال هالفتره هذه من الحجر الصحي وخلال شهر رمضان على كل وسائل التواصل الاجتماعي الخاصه بنا وعلى رقم الواتساب ايضا الخاص ببرنامجنا صباح النور. ونحن طبعا باش نعاودوا انه نشاركوا كل ما تبعثوه لنا ان كان من برنامج صباح النور او من برنامج شبابيك. وشكرا على متابعة الفقرة اليوم. شكرا لك يا أمين. والآن مشاهدينا دعونا نذهب لنلقي نظرة على مطبخ الشيف وليد وولا أشحى. صباح النور عن جديد مشاهدينا. هون نرجع نذكر الرز خلص معنا، هو نص كوب شعيرية، كباية رز، كبايتين مرقة اللحمة، سكبناه بهذه الطريقة وزينته بشوي صغيرة من الهيل المطحون. فيها ست البيت إذا ما بتحب هيل المطحون فيها زينه شوية بهار أسود، أنا حبيت زينه بالهيل المطحون لأن مش بس زينة، طعم كتير طيب بتطلع مع الشكرية. هلأ هون أنا صفيت اللحمة وهيدي مرقة اللحمة اللي عندي طلعت من اللحمة، ححط شوية مرقة وأحرك الخليط. مثل ما نرجع منذكر حطينا لبن مع ملعقتين نشا على البارد مع رشة ملح وخليناهن على النار تا يسخنوا مزبوط. هلأ حطينا مرقة اللحمة، رح أرجع ضيف اللحمة المسلوقة قبل. نرجع منذكر فيها ست البيت تستعمل الدجاج بدل اللحمة إذا ما عندها لحمة أو إذا ما بتاكل لحمة. هون نتركهم شوي تا يرجعوا ياخدوا بعض. قليت بشوية زبدة وشوية زيت بصل مع ثوم وراح ضيفهم فوقهم على طول. منذكر الزبدة مفروض نحط معها شوية زيت كرمال ما تحترق الزبدة، الزيت بتحمل حرارة أكثر من الزبدة، كرمال هيك مفروض نحط شوية زيت. عم نشوف المقادير عم تطلع معنا على الشاشة وهيك نرجع مندوق الملح تبعها. فينا نزيد لها شوي صغير بهار اسود او ابيض، كمان هون ترجع لذوق ست البيت. انا ححط شويه بهار اسود. ولما تاخذ بعضها اللحمه عندي مستويه بتكون خلصت. هلا هون رح نبلش هلا بشوربة اللحمه حساء. هون يا شايف الروائح شهيه كثير. ثانك يو. حنبلش بحساء. نعم. الدجاج مع الخضار، حطيت زيت كمان مع شوي صغيرة زبدة. نعم. رح نحط البصلة. شايف الأكل السوري أدسم من الأكل اللبناني والأكل الفلسطيني، يعني نحن بلاد الشام عم بقارن لأنه متشابهين بالأكل. مظبوط، هن بيستعملوا السمنة أكثر منا بكثير. نعم. مظبوط، نحن شوي بنروح للزيت وشوي صغيرة زبدة بتقطع، بس هن كثير بحبوا السمنة. وعنده هيك عنده يعني طعمة دائما لذيذة. أكيد أكيد، كثير من المطابخ اللي كثير طيبة. نعم. هون لكن حطيت بصل، رح حط الجزر. أنا عندي هون الدجاج مسلوق، في حال كان الدجاج ني مفروض قليه مع البصل وحط عليه شوية ملح وشوية بهار. هون رح أرجع أحط كمان البطاطا. كمان طريقة سلق الدجاج نفس طريقة سلق اللحمة، يعني بنحط الدجاج على النار اللي بنبلش يغلي ويطلع الزفرة تبعه، بنشيل الزفرة تبعه بنرجع بنحط الباقي العطرية اللي ذكرناها سابقا شو ما عندها ست البيت. بس هون بدي ينتبهوا ستات البيوت، احيانا بيحطوا الحامض بقلب الباقي العطرية. الحامض اكيد منيح بس بده يكون بكمية كثير قليلة. نعم. لأن الحامض بمرمر على كترة الغلي. هون لكن حطينا يعني ممكن يكون الحامض اخر مرحلة مثلا 100% اخر شيء، وشقفة صغيرة بالطنجرة الكبيرة، يعني ما بدنا كثير كمية فتاخذ. يعني كلنا بنعرف حتى بالحلو بنحط برشة صغيرة من الحامض تتعطي. نعم. هذه الطعمة كثير طيبة. رح ارجع احط الدجاج، نقلبهم كلهم سوا. رح حط هون ملعقة صغيرة من الهيل المطحون كمان بيعطي طعم كثير طيبة، ملعقة صغيرة ملح. ملعقة صغيرة بهار أسود. وهون أنا حأستعمل
العصفور اذا موجود الزعفران فينا واذا موجود العصفور فينا بيعطيها طعم كثير طيبه. نعم. وفينا نستعمل الكركم اذا بدنا. نخلطهم كلهم سوا. ومنحط العصفور والكركم مرتبطين مع بعض دائما، يعني بتفضل انه ينحطوا سوا لانه لا بيعطوا اثنيناتهم لون 100%. فينا نحط عصفور وفينا نحط كركم. وحده منهم تعطينا النتيجه زيتها. نعم. رح حط هون مرقه اللحمه، فينا نستعمل مرقه الدجاج او مرقه اللحمه ما في مشكل. وفينا نستعمل الاثنين سوا. هون كمان نرجع بنقول بترجع لست البيت. انا ححط شويه مرقه لحمه كمان من اللحمه اللي سلقتها. يعني فينا نخلط أكيد مية اللحمة مع مية الدجاج. ما في مشكلة. هلا ثلاث ارباع العالم بتفضل لما تكون الاكل بدجاج نستعمل مرقة دجاج، ولما تكون بلحمة نستعمل مرقة لحمة، بس اثنيناتهم بيعطوا طعم كثير طيب مع بعض. مع بعض. هون لكن هيدي تقريبا بلشت تجهز. هلا رح نروح للبسكوت مع التمر. هون عندنا بسكوت مطحون بهيدي الطريقة، كمان فينا نطحنه على الإيد، فينا نطحنه على المكنة ما في مشكل. رح نحط التمر. هون أهم شيء التمر تكون نوعية طيبة. نعم. لأن أساس الأكل هي التمر، يعني ما في يستعمل. هي شو اسمها الأكلة يا شيف؟ هذه كرات التمر. نعم. كرات التمر بجوز الهند. نعم. هلا هون رح أنا لتها بجوز الهند، فيها ست البيت لتها بأي شيء موجود عندها، يعني فيها بفستق حلبي مطحون، فيها تلت ب سمسم، في اي شيء موجود. التمر ما لازم يكون محلى صح، لانه اصلا يعني هو اصلا في هيدا يعني شوي محلى بلا محلى اضافي محلى. نعم. ما في مشكل. بده يكون شوي محلى بلا ما يكون مر كثير. اوكي هون انا عم حطيت شويه هيل وشويه محلب، وهون الزبده بدها تكون بحراره الغرفه. اوكي وبدي اعجنهم كلهم مع بعض بهيدي الطريقة مثل ما شايفين عم بياخدوا بعض. نعم. بعد ما يخلص طريقة العجن رح أعملهم كرات مدورة. أي نوع من البسكوي في الواحد يستخدمه من البسكوت؟ مزبوط أي نوع، بس ما يكون في شيء حشوات ولا شيء سادة. نعم. يكون بسكوت سادة. شاف اذا مثلا كانت الزبده دوبتها ست البيت بالمايكروويف حيفرق؟ ما في مشكل. وفيني. نعم. ما استعمل الزبده، دائما بنسمع انه الزبده بحراره الغرفه 100%. لا ما في مشكل، انا هون باخذ نفس النتيجه بس ما تكون حرارتها كثير عاليه. نعم. وهون انا اذا ست البيت ما بدها تحط زبده بتقدر ما تحط زبده، فيها تحط شوي صغيره حليب سائل. انا الزبده بتعطي طعم طيبه اكيد. بس بدي كرمال كمان اخذ العجين اللينه تبعها. نعم. ففيها اذا ست البيت ما بدها تستعمل زبده ما في مشكل، فيها تحط شوي صغيره من حليب. نعم. سائل. هون مثل ما شايفين بلشت تاخذ بعضها مثل ما شايفين على الشاشه. رح نرجع مثل ما قلت نعملها كرات مدورين، واللتها انا حلت اليوم بجوز الهند، يعني نعملها بهذه الطريقه. نعم. بنحطها بصحن جوز هند. مزبوط. عندي. نعم. هون جوز الهند المطحون. نعم. بنحطها بقلبها، طعمتها كثير طيبه وكثير هينه. وبنعرف نحن التمر قديش فيه افادات، خاصه الاولاد ما بيحبوا التمر، بس بهذا الشكل خاصه لما يكون مزين اكيد حيساعدها يجربوا، لو اكلوا حبه او حبتين حيكون اخذنا الافاده. نعم. تبع التمر. برجع بذكر فينا نلت بسمسم محمص. فينا نلت ببندق محمص ومطحون. فينا يعني في الواحد عنده اكثر من خيار 100%. على حسب هو رغبته 100%. نعم. الاساس تبعها هو التمر مع البسكوت. هيك بنكون خلصنا. نعم. كمان كرات التمر. رح اروح لعندكم هبه. بدي اشكرك كثير شيف، يعني هذه الاطباق شهيه جدا صراحه. شكرا. مشاهدينا دعونا نذهب الى فاصل قصير ومن ثم نعود لنكمل باقي فقرات صباح النور. إذن مشاهدينا طبقنا الرئيسي جاهز ورجعنا لك مرة أخرى شيف. نزلت الأطباق الأخرى طور التحضير. هون مثل ما قلنا الحساء تبع الدجاج، حطينا البصلة قليناها مع شوية زبدة وزيت، حطينا الجزر، حطينا البطاطا، حطينا الدجاج المسلوق،
شوية هال مطحون، حطينا العصفر وشوية بهار، ححط هلا الشعيرية وهيك بس لتغلي شوي مع بعضها، بدها تقريبا بعد 10 دقائق 5 دقائق بتكون جاهزة، لأن أنا الدجاج عندي مستوى. سهلة الفكرة وحلوة، الواحد يغير شوية في أنواع الشوربة اللي يعملها. والهال المطحون بقلبها بيعطيها طعم كتير طيب. هلا رح نعمله الفتوش باللبن مع طحينة. عندي خس، عندي بندورة، عندي بقدونس مورق، أكيد كله بيتغسل قبل بوقت وبينحط على شقف مطبخ خاصة الحشايش كرمال تروح منا المي. زعتر، زعتر الأخضر، عندي الخيار، ومنحرك نخلطهم كلهم سوا. هلا جينا للصلصة تبعها، رح حط هون الصلصة تبعها، هي كناية عن لبن، رح حط لها الطحينة كمان كتير طيبة وكتير مغذية. رح حط شوية ملح لنضوز شوي على هيدي، خلصت تقريبا كمان، هنحط شوية ملح. بالعادة نعرفوا انه السلاطة هذه او ما يعبر عنه بسميوها فتوش، نعرفوا انه ما يكونش عنده صلصة معينة معناها. مزبوط. هلا كرمال هيك هو مسمى فتوش باللبن هون، لان في تقريبا نفس الخضره تبع الفتوش، وهون بترجع كمان بنرجع بنذكر لست البيت شو عندها خضره بقلب البيت. كرمال هيك مسمينه فتوش. حطيت اللبن لكان مع ملح، شويه بهار مع الطحينه، رح حط عليهم شويه حامض. محلوه تتجرب الفكره، كثير طيبه. هلا هون بالنسبه للثوم كمان لذوق ست البيت، فيها تحط ثوم فيها ما تحط ثوم، بحبها مع ثوم خاصة اللبن كثير بيروح له الثوم. نحن تعرف شيف دائما نتوجهوا بالاطباق الى ست البيت، ننساو انه احيانا الرجل يطبخ بالبيت. شيف هلا بعرف كثير منيح، خاصة انت امين، بعرف قد ايه بتحب الطبخ قد ايه بتطبخ، بعرف كثير منيح. لا وخاصة مع الفترة حجر منزلي أكيد. تقريبا الرجال الكل تعلموا المطبخ 100%. هلا حنشوف طريقة السكب. هون الخضرة مثل ما قلت كلها خلطناها مع بعض، رح نحطها بقلب هيدا الجاط، ألوانها كتير حلوة وطعمتها أحلى فريش. حطينا الخضار بهيدي الطريقة، رح نرجع نحط هون الصلصة اللي عملناها فوقها، وفينا إذا بدنا نخلطها مثل ما بنخلط الفتوش كل الصلصة مع بعض مع الخضر، حسب كل واحد كيف شي يحب الطريقة. صحيح، بس بنصحك أمين عن جد جربها بما أنه بتحب الطبخ. أي تجرب بما أنه حجر منزلي فبنصحك تجرب. هون حطينا اللبن، رح نزين بشوية رمان، أكيد مش بزيني، بيعطيها طعمة كتير طيبة. وهون حنحط الباذنجان، ممكن يكون مقلي ممكن يكون مشوي حسب الرغبة. الباذنجان إذا بدنا نقليه كرمال ما يشرب زيت، الأفضل نقطعه من قبل بيوم، ننقعه بمي، نغمره بمي وملح، تاني نهار نصفيه ونرجع نقلي. وفينا اكيد هذا مش ما يكونش مزيت، وفينا اكيد نلت بشويه طحين، يعني نغطهم بشويه طحين ونقليهم. وهون رح ارجع احط الخبز كمان، فينا يكون حاجه في الفتوش مقلي، وفينا يكون محمص. ايه هذه احلى حاجه، يعني للناس اللي ما تعرفش فكره الفتوش هذه اطيب حاجه فيه كما تقولوا. هيدا عنا سلطة الصيف هيدا.
بتحسها هيك شكلها على ربيع على صيف على الوان واشكال. الشوربه نسكب الشوربه اللي كمان جهزت وطعمتها اكيد كثير طيبه. شربة شيف ذكرنا قلت حطيت مع مع ال نسيت شنية المكونات. اوكي نحن هون قلينا البصل ايه حطينا مع الجزر حطينا البطاطا حطينا الدجاج اللي سالقينه اللي سالقينه قبل شعيرية ملح بهار وشوية عصفر وشوية هيل. ما تنصحش الشيف بإضافة هكا مثلا نقولوا نحن الـ يعني الكريم فريش أو نوع من الصلصات في الشوربة ليه؟ هلا أكيد لما تحط كريم فريش فيك بس أنا بفضل ساعتها بلا شعيرية. بس نحن بالنهاية نرجع نذكر عم نعمل أطباق سورية، أطباق سورية هي بهيدي الطريقة ما بدها كريم فريش. هذه هي الأطباق السورية، لكن نحن هكا نحاولوا إنه نطلعوا بافكار شويه مختلفه، نحاولوا نجربوا حسب الرغبه كما تقول. هلا فينا نرجع نعمل شوي من هول الكرات تبع التمر التمر والجوز، التمر عفوا والبسكوت اللي لتيناهم بجوز الهند. هون كمان ترجع لست البيت اي شكل بدها فيها تعمل، يعني فينا نعمله بهذه الطريقه كمان بهذه الطريقه كانوا كوكيز معنا ما في مشكله. لكن امين اليوم كان عندنا حلقه سوريه بنرجع بنذكر بالاطباق، عندنا شوربه الدجاج مع الخضره اللي هي بصل، جزر، بطاطا، دجاج، تقريبا شعيريه كل انواع الخضره. عفوا فيها انواع عديده من الخضره هون معنا. كمان فينا نرجع يعني انا عم بحاول كثير غير بالشوربات بما انه استعملت مرة الماضيه بازيلا ما استعملت بازيلا بهيدي الشوربه، بس فيك تستعمل اي الخضار بدك اياها بتروح مع هيدي الشوربه كثير طيبه، فيك تحط بازيلا، فيك تحط فول اخضر، فيك تحط كرات، فيك تحط بروكولي، الاردبيط الاخضر، فيك تحط الاردبيط العادي، اي خضره بيروح معها، بس انا عم بحاول شوي غير بالشوربات اللي عم بعملها كرمال ست البيت نرجع نقول جميل. هذا بالنسبة للشوربة، سلطة كما قلنا هي الفتوش باللبن والطحينة 100%. وبرجع كمان بذكر بالسلطة هون اليوم نحن هلا بهذا موسم موسم فول، فول الأخضر كمان فيها ست البيت تزيد عليها فول الأخضر كمان تطلع كتير طيبة. جميل وهذا طبقنا الرئيسي مزبوط. والرز أنا زينته بشوية هيل مثل ما ذكرت قبل، الهيل بيعطي طعم كتير طيبة مع شكلية. وهلا هول كرات التمر وهذا هذا الحلويات متاعنا بعد هيدا صدقني كتير طيبة أمين، عن جد بنصح كل حدا يجربها وكتير هينة يعني وفيها كتير مكونات غذائية اللي هو التمر يعني أساس خاصة بصيامنا وبرمضان وكتير أساس. شنو يمكن حاجة أخرى واحد يعملها من خلال التمر شيف؟ هلا يعني مش بالضرورة كرات التمر، يعني يمكن إنه واحد يغير مثلا في كتير أكل في حال معناش جوز الهند معناه. هلا انا قلت اذا بدك تعملها بنفس الطريقه بس بلا جوز الهند فيك تعملها بسنوبر، فيك تعملها بسمسم، فيك تعملها بجوز مطحون، بندق مطحون، اي شيء. هلا اذا بدك تعمل بشيء من اصل غير بالتمر فيك تعمل معمول مد بالتمر، في كثير انواع حلو بالتمر نقدر نستفيد منها. هيك بيكون مشاهدينا خلصت حلقتنا لليوم، ولقينا معكم تنين الجاي اذا الله راد بنرجع لك امين. شكرا يا شيف على هالاطباق الجميله، ان شاء الله نرجع لك طبعا ونتابعوا دائما الاطباق اللي تقدموها لنا الكل خاصه خلال شهر رمضان. مره اخرى شكرا لك مشاهدينا الان، خلينا نتابعوا سحر الحكايه ما صار. صباح الخير. صباح النور يا سر. كيف الصحه؟ الحمد لله. ماشي الحال. كيف كريمة؟
كثير كثير حلوه والرضا الرضا بيطلع لك اكثر من زفه يعني الاستوديو كله لازم يصفق لك لازم الانسان عن جد يكون في عنده رضا بكل شيء هو موجود عنده وما يطلع على اي شيء بالحياه بنظره فيها طمع مثل ما عم بتقولي كثير جميله هالقصه بتزبط على هالوضع اللي عم بنعيشه هلا في ظل يعني الازمه المعيشيه كمان اللي بيعيشها لبنان والكثير من الدول العربيه وازمه الغلاء بالاسعار ربما صحيح. كل يوم عم نشاهد على مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من الهاشتاجات والكثير من يعني التعليقات المؤلمه ربما يعني صحيح. من معاناه صحيح. الناس عن صحيح. هذا الموضوع شوفي جماليه الحكايه انه الرجال الختيار اللي وجهه مدور فستوه لانه طويله بس عطاه اكثر من فرصه نعم عطاه 20 عطاه 30 عطاه 40 عطاه المرهم بس شوف الطمع بجر الطمع والطميع بحياته ما بيرضى ما بيرضى وما بيكون مبسوط بالواقع اللي هو عنده حتى لو كان عنده كثير من النعم ما بيكون شايفها صحيح جميله جدا هالقصه ساره شكرا على حكايتك يا ساره شكرا لك شكرا لك فعلا يعني أمين وصلنا إلى ختام حلقتنا لليوم قبل ما ننهي مع الموسيقى أكيد نشكر المشاهدين اللي تابعونا صحيح شكرا لكم ونتمنى لهم طبعا نهار طيب إن شاء الله صوم مقبول للجميع وأيضا التزموا المنازل حتى مع تخفيف كل إجراءات الحجر ولكن دائما التزموا كل معايير السلامة مشاهدينا وإن شاء الله تكونوا دائما بخير صحيح والتزموا المنازل وتابعونا بنفس الوقت على كل صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتابعوا شاشتنا أيضا نحن دائما بنكون سعيدين بإرسالكم تعليقات لنا وبفيديوهاتكم كيف تقضون الحظر المنزلي وشكرا لكم على حسن المتابعة مشاهدينا إلى اللقاء